بسم الله الرحمن الرحيم. استئمال الأواني. فصل في بيان ما يحرم استئماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استئمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. وكما يحرم استئمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استئمال في الأصحي. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. ويجوز استئمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت. ويحرم الإناء المدبب بدبة فضة كبيرة عرفا لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة أو 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 ini atau pada karena kabiratan au sawi oh lihijat lihajatin saat kan au sagir bukan atau pada kabiratan sagiratan au sagiratan urfan lizinatin kurihat au lihajatin fala tukrahu. Amma dabbatu zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahahahu an-nawawi. Cukup dulu ya, stop di sini.